مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه من قناة شوف تيفي. أقدم شخصنا اليوم بمنطقة المنصورية بدوار جبوجة ببوزنيق على ذبح زوجته وطفله قبل أن يقرر الانتحار بالطريق السيار، ليتم اكتشاف الجريمة بواسطة فرقة الدراجين للدرك الملكي بالطريق السيار. وتعود تفاصيل الحادث حسب رواية مسؤول دركي إلى الثالثة صباحا حينما تم العثور على جثة 30 بالطريق السيار بين مدينة الدار البيضاء والرباط أسفل قنطرة على مستوى المنطقة المذكورة، لتباشر مصالح الدرك المذكورة تحقيقاتها الأولية ليتم العثور على ورقة بجيب المعني بالأمر، حيث كتبت عبارات يعترف من خلالها أنه قتل زوجته وولده الذي يبلغ من العمر حوالي سنة وقرر الانتحار بسبب خيانتها على حد ما جاء في الورقة. عملية البحث والتحقيقات الأولية في حادثة مثيرة وغريبة أسفرت على التوصل إلى هوية الهالك، وهناك بشرت عناصر الدرك بحثها ليتم التوصل إلى منزل المعني بالأمر. وفي المنزل كانت المفاجأة تنتظر الجميع، حيث تم العثور على جثتي زوجة الجاني العشرينية وطفله الصغير وهما مدرجتين في الدماء، حيث اتضح أن الجاني أقدم على تصفيتهما بالذبح، ليتم بعدها فتح تحقيق موسع في الحادثة للتوصل إلى أداة الجريمة وإلى أسباب وملابسات وظروف إقدام المعني بالأمر على ارتكاب هذه الجريمة الشنعة التي راح ضحيتها زوجة شابة وطفل صغير، إضافة إلى الجاني الذي انتحر. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تيفي ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.